واهم حاجه يملك الانسان في الدنيا اخواننا هي الايمان والتوحيد. ومن اجل ذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، وانزل الله سبحانه وتعالى الكتب. وعلى قدر توحيد الانسان وايمانه بالله عز وجل يكون نصيبه من النصر في الدنيا والآخرة. يعني يا أخواننا التوحيد عنده فضائل، التوحيد عنده فضائل عظيمة جدا ذكرها العلماء وأوردوا لهذه الفضائل نصوصا كثيرة. ولذلك أهم قضية دعا إليها الأنبياء والمرسلون هي قضية التوحيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول فضائل التوحيد أن التوحيد يا أخواننا سبب دخول الجنة، وأنه السبب الرئيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا من الفضائل. من الفضائل أن من حقق التوحيد أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الطويل الذي هو في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، فرفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي ولكن قيل: انظر ها هنا في الأفق وها هنا، فرأيت سوادا أعظم، فقال: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجعل الناس يخوضون في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا أيضا من فضائل التوحيد. من فضائل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وإن كانت عظيمة. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا من فضائل التوحيد. وأيضا في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ابن عباس: جاء أناس من أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعو إليه لحسن لو علمنا أن لما عملنا كفارة. يعني لو نحن مشاكلنا القديمة دي كلها اتغفرت لنا، اللي بتدعو له ده أحسن منه ما في. فنزلت هذه الآية ونزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء أيضا حديث في البخاري أن عبدا من الموحدين يؤتى به يوم القيامة
يبدل الله سيئاتهم حسنات في سبب تفسير هذه الآية، فيقول الله عز وجل: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واخفوا عنه كباره، أو وأخروا عنه كباره. ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة تعرض عليه الكبار من الذنوب، الصغار من الذنوب، وتؤخر الذنوب الكبيرة. قال: فتعرض عليه ويقر بها وهو يخشى من الكبار. دي عملتها انت؟ يقول اي عملتها. وهو يخشى من شنو؟ من الذنوب الكبيرة تعرض عليه، فيقال له: قد بدلنا سيئاتك حسنات. يقول له: سيئاتك شفتها عرضنا عليك دي، قلبنا عليك حسنات. فيقول الله، فيقول لربه تبارك وتعالى: يا رب إنها هنا ذنوبا لا أراها. شوف ابن آدم ذاته طمع كيف، قال لي: الله في بلاوي كبيرة دي لو اتقلبت بترفعنا فوق. فدي كلها يا أخواننا من فضائل التوحيد. وفي المقابل الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم مصيبة إذا وقع فيها العبد. أول حاجة بيحبط الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نمرة اثنين بحرم دخول الجنة. ربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه شنو؟ الجنة. نمرة ثلاثة ربنا ما بيغفر له نهائي صاحب الزنا والسرقة وغيره من المعاصي، وهي معاصي ومحرمة وصاحبها متوعد بالنار، وقد يدخل النار ويمكث فيها ما شاء الله لكن لا يخلد في النار. لكن الإنسان اللي بيجب الشرك ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر له نهائي. عشان كده أخواننا الشرك أكبر الجرائم، وما هي جريمة أكبر من إنسان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويصرف الشكر لغير الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشرك هو يا أخواننا من الشراكة. يعني العلماء قالوا: مأخوذ من الخلط والضم والنصيب. تقول لي: زول يا أخي أنا السنة دي براي ما بقدر أزرع، نقوم نجيب قروشنا سوا، أو تقول لي: أنا مثلا بجيب لك التراب وإنت أجر الواطة مثلا، فإنتوا خلطتوا قروشكم سوا وضميتوها سوا، وبعد ذاك أي واحد عنده جزء وعنده نصيب. ربنا سبحانه وتعالى الخالق براو، والرازق براو، والمحيي براو، والبميت براو. يبقى الذي فعل هذه الأشياء ما ممكن يا أخواننا أنا بعد ذاك لما أجي أعبد مع واحد ثاني. ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبد ربنا؟ بعدين العلماء قالوا ليه الآية بدت اعبدوا ربكم؟ قالوا: لأن الرب هو السيد المالك المدبر. الولد في المدرسة بيقولوا له: أملى الشواغر، من هو رب المنزل؟ مش يقول له: رب المنزل بتاعكم منه؟ يقول: الوالد، الأخ الكبير، الوالدة، كذا. معناه شنو؟ معناه زول اللي بيدفع عليك، والزول اللي انت لو غبت من المدرسة بيستدعوه ناس مجلس الأساتذة بنادو، هذا هو الرب عندنا نحن. وأما الرب الخالق هو الذي خلق، وهو الذي يصرف الكون، وهو الذي يوصل إلى كل مخلوق رزقه. عشان كده ربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ها طيب الحاصل شنو؟ فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء. يقول لك: فلان نديد فلان، يعني سوا قاموا سوا، أو هم في العلم سوا، أو في المكان سوا، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه السلام لما جاد القوم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما تدعوه هل بيسمعك؟ ما بيسمعك. في ناس بغالته للأسف الشديد يا أخواننا، إعلامنا ده شغال هدمي للعقائد إلا من رحم الله.
يقول لك بيسمعك. ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذه من حجة الجاهلية. يقول لك نحن مما قمنا لقينا أبواتنا كذا. هذه ليست بحجة الرسل ولا حجة أتباع الرسل، وإنما هي حجة الجهل. يقول لك نحن مما قمنا لقينا أبواتنا كذا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين إلى آخر الآيات. إبراهيم عليه السلام قال الحاجات دي كلها بيعملها لي الله، دي كلها بيعملها الله، ولذلك أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى الذي يعمل هذه الأشياء والذي يفعل هذه الأشياء والذي تفرد بهذه الأشياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يقول لك أنا ماشي الزراعة ماشي البلاد. لا أنت ماشي تحرث، الزراعة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتجدع تعمل السبب. ربنا سبحانه وتعالى يأمر هذه البذرة فتخرج نباتا وتشق الأرض ثم ينزل إليها المطر وأنت تنتظر رحمة الله. كده ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. بعد ربنا سبحانه وتعالى البني آدم اداه النعم دي كلها، بعد ما ربنا اداه الحاجات دي يقول لك والله البلد دي ما فوق الأولياء كان حجرنا غطس يا زول. عندنا مثل بيقول لك، ده مثل في محله، يقول لك الخيل تجقلب والشكر شنو لحماد مش الله يديك وتمشي تشكر غيره. يا أخوك، أبوك لو بينفق عليك وبيديك، أو أخوك الكبير بينفق عليك وكذا وكذا ولغاية ما قريت ولغاية ما بقيت راجل، في يوم قاعدة في سماية ولا في مناسبة جيت قلت الله أخوانا ود عمي ده أصلا ما قصر معي لغاية ما أنا بقيت كبير ما شاء الله ويقف معي، أخوك ده تاني بديك سلام ما بديك سلام؟ أنت حق ربنا سبحانه وتعالى تديه للمخلوق، أليس هذا بالظلم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لأنه أخذ لحق الله. طيب الدليل إنه العبادة حق الله شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توقن الأمور دي عند الله، بعد ذاك تصرف العبادات لله زي الصلاة زي الصوم زي الزكاة زي الدعاء النديهة. والله أخواننا نحن عندنا ناس بيسووا سواء عجيبة، واحد يقول لك يا بقبة اللبنية تكتب لي حجاب من راس إلى كرعية. يا زول انت ده حجاب ولا ده شنو ده؟ من فوق لتحت. واحد يقول لك يا بشام ورا وقدام، وتلقى النسوان كوركن يا بشرى ان شاء الله راجل مره، ده شنو ده؟ ده دعاء لغير الله وده شرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعقيدة دي أخواننا لله وفي الله سبحانه وتعالى، كن عقيدتك في الله كما قال إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب شنو سليم خالي من شبهة تقود إلى الشرك ومن شهوة تقود إلى المعصية. كون الإنسان قلبه ما بيعرف إلا ربنا سبحانه وتعالى. وكلما قوي توحيد العبد وصلته بالله سبحانه وتعالى كلما كان أرسخ وكان أثبت وكان أقوى وكان أشجع.
شاكد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أشجع الأمة، أشجع الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكمل الأمة توحيدا، أكمل الناس توحيدا. قال علي رضي الله عنه قال: وإن الشجاع منا للذي يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال: الزول الشجاع مننا، الزول الشجاع من منه؟ من الصحابة. الصحابة ديل ما بزول ذاته بحصلهم، لكن قال الشجاع في الصحابة دل بيتقي، يعني بيقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش حصل واقف معه، لا بيتقي، يعني بخلي النبي صلى الله عليه وسلم قدامه. شوف الرجالة دي كيف، ليه؟ لأنه عموره دي كلها عند الله. عشان كده العباس في غزوة حنين ومعه أبو الحارث، أبو الحارث ابن عبد المطلب، أو أبو الحارث ابن سفيان، هو ود عمة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. ديل كانوا ماسكين بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو، ماسكين البغلة لأنه ما في نبي بفر. الأنبياء ديل عقيدتهم في الله. شوف موسى عليه السلام لما حاصره فرعون، وراء فرعون بالجنود وقدامهم البحر، والله الموضوع ده لو كان هنا كان ظهرت لك عقائد كثيرة، خلاص صاروا لك ناس كتار أصوا في الزنقات دي بتصهر العقائد. ربنا قال: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. الزمن داك يا أخواننا موسى عليه السلام ما عنده عقيدة في العصاية، عصايته دي ما عارفها حيضرب بها البحر وحيبقى شارع وطريق في البحر ويابس كمان جوا البحر، ما كان عارف الكلام. لكن قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: أنا الله معي ما بضيعني. شوف الظن ده كيف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، وفي رواية قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لابد يعلم الناس يا أخواننا العقيدة وأن يتعلقوا بالله. المعلم للناس الآن للأسف الشديد تعلق بناس، تعلق. إذا كنت في مصيبة تمسك ذاك، وإذا كنت في هم تمسك ذا، والشيخ يقول لك: ربنا ملك الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. مسكوك في ناس، في عبيد ضعاف. ربنا سبحانه وتعالى قال للنصارى العبد عيسى، قال لهم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. شوف أسلوب القرآن كيف، كانا يأكلان الطعام، معناه شو؟ معناه زول اللي بيأكل الطعام أول حاجة هو مفتقر إلى غيره، ما ممكن يكون إله. ثانيا هو محتاج إلى مادة يأكلها، ما ممكن يكون إله. ثالثا أنه سوف يخرج هذا الطعام، وهذا لا يستحق أن يكون إلها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة كما قص سيسأل عيسى عليه السلام، ربنا قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ده هو أنه إذا كان لنبي كريم، لنبي كريم، فكيف الليلة بالحاصل الليلة ده؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، تنزيها لله، الأنبياء بنزهوا الله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي. عشان كده يا أخواننا زول ما يزعل لو أنا قلت فلان ده ما عنده حاجة مع الله، لا برعي لا صايم ديمة ولا كلهم ما عندهم حاجة مع الله، ما يزعل. ليه؟ لأن عيسى عليه السلام قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي أنا، فأنا ما بزعل، ما بزعل. الآن لو في زول الآن جاء شال مني الميكروفون ده قال لي ده ما حقك، أنا اللي بزعلني شنو؟ أنا عندي فوق حاجة دفعت فيه جنيه؟ ما بزعل. العبادة دي حقة الله، ما بتزعل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال أنا ذاته ما ممكن أقول حاجة ما حقتي. إن كنت قلته فقد علمته، ما قلت لهم كده، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده يوم حد. عشان كده أخواننا ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله في القرآن وراك مشاهد الناس بتتبرى من بعض. ربنا قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ربنا سبحانه وتعالى قال أنذر الناس اليوم ده، الناس قلوبه هنا في الحناجر فوق، ناس ساكتة، ناس خاضعة لرب العالمين. الزول محتاج لزول ودعاه هنا وقال له أمسك في طريقنا ده ويوم القيامة بنحلك، هو محتاج له في اليوم ده، وربنا قال لك حيخذل أحوج ما يكون إليه. ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين انت القوت ديل؟ ديل الفراس للكون حراس اللي بيرفع راسه ليه يواسه. وينهم الناس ديل؟ وينهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ربنا قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حليفته بقت مجيها في الدنيا هنا بيحلف بعض مرات يحلف بالنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله سبحانه وتعالى، وبيحلف بالملاح، وبيحلف بأولاده، وبيحلف بالنعمة، ده كله أخواننا حرام وشرك. الإنسان يحلف بالله يوم القيامة لما يتبين له والحق بيحلف بالله. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربنا قال في سورة يونس ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، فرقنا بيناتهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. الزول في الدنيا قال له ناديني خش معي في الطريق أنا بقيف معاك وبجيهك، ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والله قال له انت بتناديني أنا كنت غافل وما عارف أي حاجة. مشهد ثاني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يا الله هذين اللي هم الورطونا. ربنا قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لأنه بتسمع يقول لك يا ليل ليلك جكا في المدايح الشركية دي، ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكا دربهم زلقيب مطيا. طيب انت داربه جنو؟ قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بجيش تنظم. يعني قال يوم القيامة بيقيفوا الصراط قبلي وكده والجماعة كلهم حيقيفوا معاه وبعد ذاك بيقطعوا الصراط كلهم سوا. أخواننا بيلعبوا بعقول الناس. ربنا قال وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فرد براك بتي ما معاك أي زول براك. ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. ربنا وضح لك أكثر من كده. ربنا عز وجل قال في سورة الأعراف ونحن دارين الشباب ما شاء الله في شباب بيحفظوا القرآن ربنا يوفقهم إن شاء الله، فدارين الآيات دي تعرفها وتحفظها كويس. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. بالله شوف الآية دي واضحة كيف. قال لك الزول الكام ما ماشي عادل. الملائكة بتجيو لما يجي يقبضوا روحه تقول له وين الكتب بتناديهم مع الله. إخوانا القرآن ده مش واضح؟ زول ما أغنعوا القرآن بتقدر تغنعوا تاني؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا والله ما شايفينهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أها مصير وين؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها لعن.
وجهنم في الدنيا هنا والله يجيب سيرته له في آخر البلد يجور عكاز ويجيك ما تتكلم فيهم أها في الآخرة كيف؟ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها يلعنهم يقول لهم والله يلعنكم والله كما ما أنتوا ونحن ما كان خشينا جهنم ربنا قال حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال ابن كثير أي حتى إذا أدركت الأخيرة الأولى ذلك منتظرين وذلك بيقوموا يحصلوهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار يا الله أديهم اثنين ديل ما تورطوا برا مرطونا معهم حقنا وحقهم أديهم زيادة في العذاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء والكلام ده الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا وبينوا الزول لما يجي يموت إذا كان فاجر وبيدعو غير الله واقع في البلاوي دي الملائكة لما تقبض روحه تمشي به فوق إلى السماء ربنا قال لا تفتح لهم أبواب السماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الآية دي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط لغاية ما ناقة تمرق لها بقت إبرة بتمرق لو بقيت عصب ساي بتمرق ما بتمرق معنى هذا ما بخش جنة نهاية عشان كده نختم بآية ربنا سبحانه وتعالى ذكر فوقها راس الضلال الشيطان سورة إبراهيم ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار الشيطان عنده خطبة دي أخواننا من أكبر الحسرة والعذاب اللي بيلاقوا أهل النار جوا النار إنت في الدنيا هنا هزول تفضل جزاك الله خير هزول في الدنيا هنا يوم الجمعة بيجي الخطبة بدري ويلحق شيء من الأجر ويستفيد وكده ويقرأ سورة الكهف ويرجع صدره منشرح في الآخرة هناك الكان بينادي في الفكية والفقرة ديل ربنا سبحانه وتعالى عشان يزيد من عذابه بيجيب له الكبير الظلام الكبير عنده خطبة في جهنم ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر بعدين إبليس أداهم كلام ملان لأنهم ما بصدقوا تورطوا الآية القبلية وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله ده جوا النار الأزول المسكين المباري الكبار الضلول الكبار قال لهم يا ناس في طريقة تمرقونا الكبار لأنه ده جوا جهنم وما دار يفهم هو لو في طريقة كان قاعد معك قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا قال لا عشان ما تعمل لي جوطة كثيرة سواء علينا يعني واحد أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لو كوركت لو قعدت من جهنم دي مرقى ما أسكت يا أخي عشان كده ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن التقيلة تاع التوكيد دي إن الله وعدكم وعد الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم عشان كده ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم شنو عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما عندي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلت لكم سووا كذا سويت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا ما بمرقكم من جهنم وما أنتم بمصرخي ولا يتوب تمرقوني من جهنم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الآية البعدية طوال شنو آه شيخ
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مش ديل دخلوهم الجنة وديل قاعدين يشاكلوا جوا جهنم. ولذلك يا أخواننا العقيدة دي مات العافية، وسبب خذلان الأمة ترك العقيدة. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده شر. وكون الناس يا أخواننا يذكروا بهذا الكلام ويطرق ليهم طوالي وكذا، ده ما في وساء لي زول، لأنه كثير من زول تلقاه جوا ما الكلام ما حابه، يقول لك يا زول نحن مشركين. يا أخي ربنا اصطفى إبراهيم عليه السلام، اصطفاه ودار يرفع ويكرمه. قال في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لكن في معلومة مهمة أراد الله أن يؤكدها لإبراهيم عليه السلام، قال له شنو؟ ألا تشرك بي شيئا. شكد أخواننا الإنسان إذا ذكر، إذا ذكر ده ما معناه في اتهام له، وإنما الإنسان يذكر كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد. تفضل. أيوة جزاك. ايوه ايوه المقصد انه ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعاء النمله، وقد علم سليمان ذلك لانه نبي يوحى اليه، كان الاثر اورده العلامه ابن كثير. المساله الثانيه مساله الشرك الاكبر والاصغر. الشرك الاكبر يا اخواننا هو كل امر اختص الله سبحانه وتعالى به فيعتقد في غير الله، فيعتقد في غير الله. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما جاء في الشارع أنه شرك ولم يصل إلى مرتبة شنو؟ الشرك الأكبر. ويدخل في ذلك الرياء وخفي الرياء وهكذا، هذا يدخل في الشرك الأصغر. ويدخل فيه كذلك تعليق التمائم لمن لم يكن يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها، وغير من الأمور التي. ويدخل فيه أيضا شرك الألفاظ كقولك ما شاء الله وشاء فلان ولولا، كما قال ابن عباس يقول لولا البط لسرقنا اللصوص وكذا، هذا يدخل في شنو؟ في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، والشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر شنو؟ يخرج من الملة. لكن العلماء اختلفوا هل الشرك الأصغر ربنا سبحانه وتعالى بيغفر أو لا يغفر، وأهل التحقيق على أن الشرك الأكبر والأصغر كله لا يغفره الله، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء أن يشرك به هذه جاءت كالمصدر، يعني لا يشرك به، لا يغفر أن يشرك به إما شيئا من الشرك أو شيئا من الشرك. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لمن كان يرائي في الدنيا اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الآخرة فالتمسوا عندهم أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. من سمع معناه شنو؟ معناه مثلا زور ربنا بسط عليه النعمة، مثلا دار يعمل عمل خير يقوم يعمل عمل الخير عشان يسمع الناس، فهذا من الرياء وهذا محبط للأعمال. وإنسان مثلا يقوم بالأعمال الصالحة من قيام الليل وغيره حتى شنو؟ حتى يرائي به الناس، هذا أيضا يا أخواننا من شنو؟ من الشرك الأصغر.
ولذلك أخوانا الإنسان يجترب الشرك شرك كله ويسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا مما يضاف إلى النقطة السابقة مسألة الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ من الشرك عليه الصلاة والسلام كان يقول كما روى الإمام أحمد في المسند: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يا أخواننا يسأل الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على الإخلاص، خاصة مسائل الرياء وكذا وكذا، الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جزاك الله خير، السلام عليكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.